طيب، السلام عليكم. دلوقتي ان شاء الله هنبدأ نشرح محاضرة رقم 5 في برايل كومبيوتنج، اللي بتتكلم عن البرفورمانس اوبتمايزيشن. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، في الاول هيكون في ريفيو كده عن الحاجات اللي احنا وصلنا لها لحد دلوقتي، وبعدين هنتكلم عن الميموري بلاستر، اللي هو لما نقرا حاجات كتير يعني من الميموري جنب بعض، والميموري كوليسنج والبرفورمانس سمري في الاخر. طيب، في الاول ده اللي احنا عارفينه لحد دلوقتي، ان بيكون في كذا ميموري ليفل. اسرع حاجه اكيد الريجسترز، وبعد كده الشيرد ميموري والكاشز، بعد كده اللي منها ال L2 كاش، بعد كده الجلوبال ميموري. واكيد الفرق واضح يعني بين الشيرد ميموري والجلوبال ميموري قد ايه، يعني قد ايه الفرق، ان الشيرد ميموري والكاشز يعني اسرع بكتير قوي من الجلوبال ميموري اكيد. تمام. طيب، هنا هنتكلم شويه عن الشيرد ميموري في كودا. طيب، وهي بتكون زي ما احنا كده شايفين في الصورة ديت، ان الجزء اللي فوق دوت كل اس ام بيكون ليه شيرد ميموري لوحده يعني. تمام. وانها اكيد اسرع بكتير قوي من الجلوبال ميموري، زي ما هو واضح هنا، دي 500 سايكل تقريبا، دي 5 سايكلز، فقرب انها اسرع منها 100 مرة يعني. وفي الليتنسي وفي الثروبوت كمان يعني. تمام. وانها بتكون شيرد اكروس البلوك، زي ما احنا عارفين قبل كده يعني، ان الشيرد ميموري دي بتكون البلوك الواحد هو اللي شايفها يعني، الديفرنت بلوكس هتكون شايفه ديفرنت شيرد ميموريز. وان اللايف بتاعها يعني ان هو الثريدز بتاعت البلوك دوت يعني، مجرد مثلا ما البلوك الثريدز بتاعته تخلص، فالكونتنت بتاع الشيرد ميموري هيتمسح يعني. تمام. والنهاية دي يعني بيتعمل لها اكسس باللود والستور بس يعني. تمام. الجزء ده برضو كنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان هو احنا لما بنعرف ال variable كده بس من غير اي keyword، ده بيتعمل في الريجستر يعني. انا جوه الثريد عرفت ال variable، فده بتتعمل في الريجسترز بتاعتي. تمام. حطيت ال keyword اللي هي shared، فهو كده هيبقى في ال shared memory، والسكوب بتاعه across ال block. ولو انا بقى كنت عاملها device بره، فدي كده بتبقى global بقى، و access across ال application كله يعني. ولو كونستانت برضو نفس الكلام، بس بتتحط في كونستانت ميموري يعني. تمام. هنا بس في اكسبشن، ان مثلا لو انا جوه الثريد وجيت اعرف اري، تمام، فممكن الريجسترز بتاعتي ما تكفيش، فدي بقى بتتحط هنا في الجلوبال ميموري يعني. تمام. الجزء ده برضو كنا اتكلمنا عليه قبل كده يعني. طيب، هنا بقى ايه، امتى مثلا ما استخدمتش الشيرد ميموري يعني؟ مثلا احنا عمالين بنقول ان الشيرد ميموري اسرع كتير قوي، واسرع مش عارف حوالي 100 مره من الجلوبال ميموري وبتاع، بس امتى بقى ما استخدمهاش؟ طيب، هنا بيقول ايه، اسيوم ان احنا عندنا مثلا وليكن اري في ان داتا اليمنت هتتقري من الميموري. تمام. كده كده الحاجه مش بتكون في الشيرد الاول، عشان احطها في الشيرد الاول لازم اروح اجيبها من الجلوبال ميموري. هي في الطبيعي ان الحاجه بتكون في الجلوبال ميموري، عشان احطها في الشيرد فانا اروح اجيبها من الجلوبال ميموري، بعدين احطها في الشيرد ميموري. طيب، لو الحاجة بقى دلوقتي انا هجيبها بس اكسسها مرة واحدة بس. تمام. فاحنا هنشوف مثلا دلوقتي، لو هي في جلوبال ميموري انا بحتاج تايم تي جي. تمام. لو في الشيرد ميموري بحتاج تايم تي اس، والطبيعي طبعا ان التي اس اقل بكتير قوي من التي جي. تمام. طيب، لو انا بقى دلوقتي عندي ال ان اليمنت دول، طيب لو انا هجيبهم من الجلوبال ميموري، فانا بس هتكلف ايه، ان في تي جي يعني، كل اليمنت عشان اكسسه محتاج تي جي، وهم عددهم ان. طيب، لو الشيرد ميموري بقى، الاول هحتاج ان في تي جي برضو، دي اساسي. ليه دي اساسي؟ علشان انا كده كده لازم الاول اروح اجيبهم من الجلوبال ميموري، فان في تي جي دي عشان اجيبها من الجلوبال ميموري، بعدين بقى كمان عليهم ان في تي اس بقى يعني، عشان اكسسهم بقى من الشيرد ميموري فهحتاج ان كمان. فهنا دي عشان انا هاكسسه مره واحده، فملهاش لازمه ان انا اروح اجيبه من الجلوبال ميموري بعدين احطه في الشيرد ميموري، انا ممكن اجيبه من الجلوبال ميموري بس واكسسه خلاص على كده. تمام. برضو هيبقى وقت كتير قوي، بس كده كده انا هستخدمه مره واحده يعني. طيب، لو انا بقى ايه، امتى بقى نستخدم الشيرد ميموري؟ لو انا بقى دلوقتي كل اليمنت هبقى محتاج استخدمه كتير قوي، كي تايم يعني، وكي دي اكتر من واحد بكتير يعني، كل ما الكي هتزيد كل ما انا هلاقي ان انا بستفاد اكتر في الوقت بتاعي اللي هو القليل يعني، بتاع الشيرد ميموري. تمام. هنا نفس الكلام، لو انا باكسس الاليمنت من الجلوبال ميموري بحتاج تي جي، ولو مش عارف من الشيرد ميموري بحتاج تي اس، وهكذا، واكيد التي اس اقل بكتير قوي من تي جي. حلو. طيب، لو انا بقى ايه، لو انا بقى دلوقتي هاجي اكسس الاليمنت بقى، انا كل اليمنت عايز اكسسه يعني، عندي ان اليمنت وكل اليمنت عايز اكسسه كي تايم. طيب، لو انا في الجلوبال ميموري هلاقي ان انا محتاج ان اللي هو عدد الاليمنتس، وكل واحد كي مرات، فان في كي في تي جي. حلو. طيب، لو بقى مش شيرد ميموري،
طيب هلاقي ان انا محتاج بس مره واحده بس اجيبهم من الجلوبال ميموري اللي هي هتبقى ان في تي جي، تمام. بعد كده هلاقي بقى ان انا ايه عددهم اللي هو ان في الكي مرات، او ممكن يعني كي ناقص واحد لو انا هجيبهم اول مره استخدمهم على طول، بس مش هتفرق، ان في كي في تي اس، تمام. فهلاقي بقى دلوقتي ان انا ايه ان انا التي جي مضروبه في ان بس، يعني جبتها اول مره بس هي اللي جبتها من الجلوبال ميموري، لكن التي اس هي بقى اللي استخدمتها كي مرات، وكل ما كي دي تزيد هلاقي ان انا الجيم بتاعي اسرع، يعني الجيم بتاعي كبير قوي يعني، تمام. فهي دي الاستفاده بقى، ان انا مش اي حاجه مثلا اقول ايه انا هستخدم شيرد ميموري عشان اوفر في الوقت ومش عارف ايه، لا، ما هو الحاجه لو انا هستخدمها مره او مرتين او عدد مرات قليل هلاقي ان انا مش بستفاد يعني، بالعكس ده انا بيتضاف عليا اوفر هيد. لكن لو الحاجه انا هستخدمها كتير قوي فهي في الحاله دي مثلا هلاقي ان انا بقى مستفيد قوي من الوقت بتاعي ومن وقت الاكسس القليل يعني بتاع الشيرد ميموري، تمام. طيب هنا دلوقتي ايه يعني دلوقتي دي كده كيسز هنكفرها دلوقتي في السلايدز اللي جايه، يعني ان مثلا لو انا عندي ماتريكس مالتيبليكيشن والتايل بتاعي 16 في 16، فانا بستفاد قد ايه لو انا بريد يعني من الجلوبال ميموري وبعد كده هنقل على الشيرد ميموري وهكذا، فخلينا نخش فيها على طول، تمام. طيب لو انا عندي الاول فيكتور في ماتريكس، تمام، وعايز اعمل بضرب عادي فيكتور، بعمل مالتبلاي عادي فيكتور في ماتريكس، طيب هلاقي ان انا كل ثريد هتعمل ايه؟ كل ثريد بتجيب اليمنت من الفيكتور وبتجيب اليمنت من الماتريكس وبعدين بتضرب وبتجمع وبتسيف النتيجه ديت يعني، تمام. فايه بقى هنلاقي ان احنا دلوقتي الاكزامبل اللي احنا كنا شارحينه قبل كده بس هيبقى ايه هيتعدل عليه حاجات دلوقتي. الاول احنا كنا الاكزامبل بتاع قبل كده كنا احنا بنحتاج اتنين فلوتنج، بنحتاج اتنين ميموري اكسس لواحده بس فلوتنج بوينت اوبريشن، لكن احنا هنا هنلاقي ان احنا 8 بايتس اللي هما اتنين ميموري اكسس بافتراض يعني ان الاليمنت الواحد 4 بايت، تمام، بير اتنين اوبريشنز اللي هو عشان بيعمل مالتبلاي وبيجمع، تمام. فهنلاقي هنا ايه ان النسبه بتاعتنا دي اللي احنا اللي كنا حاسبينها قبل كده كانت نص، دي كانت 75 بس على 1600، تمام. هنا اتعمل لها دبل عشان زي ما احنا قلنا ايه انا اكني قللت الميموري اكسس، قبل كده مثلا كنت انا بحتاج اتنين ميموري اكسس لكل واحده اوبريشن، انا هنا لا اكني قللت الميموري اكسس، فانا محتاج اتنين ميموري اوبريشن، سوري، محتاج اتنين ميموري اكسس لاتنين لكل اتنين اوبريشن، فكده اكني ايه اكني عملت دبل يعني للباندويتس بتاعي بتاع قبل كده يعني اللي هو كان مشروع في السلايدز اللي قبل كده، تمام. وهنا زي ما انا كنت شرحت دي قبل كده، هو الديفايس اللي يقدر يعمل 1600 جيجا فلوتنج بوينت اوبريشن بير سكند، والباندويتس بتاع الميموري 16، فلو انا لو انا بقى ايه زي ما احنا قلنا هي كده انا هنا اكني بحتاج 2 ميموري اوبريشن بير 2 اوبريشن اللي هو فلوتنج بوينت اوبريشن، فاكني محتاج ميموري اوبريشن واحده قدام كل ايه فلوتنج بوينت اوبريشن ميموري اكسس، سوري، تمام. فانا هنا بقى هلاقي ان انا علشان اشوف الباندويتس اللي انا محتاجه عشان استخدم كل ال 1600 اللي الديفايس بتاعي يقدر يعملهم دول، فانا هضرب بقى 4 في 1600 مش 8 زي قبل كده، ليه؟ عشان هنا دلوقتي انا اكني محتاج ميموري واحده لكل اوبريشن، تمام. فبرضو طبعا الرقم دوت كبير جدا مقارنه بالايه ب 600 اللي هي اللي موجوده ديت، حلو. طيب لو انا بقى ايه هنيجي نفكر في حاجه تانية، لو انا بقى استخدمت شيرد ميموري، تمام، ففي الاول انا هجيب الفيكتور احطه كله في شيرد ميموري، تمام. فدلوقتي كل الثريد بدل ما هي كانت بتجيب اتنين اليمنتس من الجلوبال ميموري اللي هو واحد فيكتور اليمنت وواحد ماتريكس اليمنت، لا، فهي دلوقتي هتجيب الماتريكس اليمنت بس عشان الفيكتور خلاص بقى في الشيرد ميموري، تمام. فانا هنا هلاقي نفسي اكني ضعفت تاني الباندوس بتاعي، لان انا ايه يعني بدل ما كنت بجيب اتنين بقيت بجيب واحد، تمام. فدلوقتي النسبه زادت ل 18 او 19% يعني، برضو مش نسبه مرضيه يعني، بس اكيد ايه دبل اللي احنا كنا واصلينه اللي قبل كده، تمام. طيب هنا هنيجي نتكلم عن حاجه تانية اللي هو ايه لو هنستخدم شيرد ميموري هتاثر علينا في البرفورمانس ازاي لما نيجي نعمل ماتريكس في ماتريكس مالتيبليكيشن، حلو. طيب الموضوع بقى في ماتريكس مختلف شويه، انا برضو محتاج 8، هي من غير شيرد ميموري هي زي ما هي عادي، انا محتاج 8 بايتس بير 2 اوبريشن اللي هو 2 ميموري اكسس، حلو. فهلاقي نفسي ان انا نفس الارقام برضو 10% تقريبا ومش عارف ايه، برضو ايه قليل قوي يعني، برضو هحتاج هنا 4 في 1600 برضو ايه باندوس طبعا فظيعة مقارنة بالباندوس اللي موجود، حلو. طيب لو انا بقى دلوقتي هستخدم شيرد ميموري، تمام،
طيب هنشوف دلوقتي ايه التمانية على ان والكلام ده ازاي وكده. ماشي، طيب هنا لو انا بضرب 16 في 16 ماتريكس، دي مثلا ماتريكس ايه، دي كده ماتريكس ايه، ودي كده ماتريكس مثلا بي. تمام، طيب هلاقي ان انا كل ثريد بتعمل ايه، كل ثريد المفروض بتمسك تضرب رو كامل في كولوم كامل. تمام، ده عشان تجيب اليمنت واحد. طيب حلو، فهنلاقي ان مثلا الثريد اللي هتحسب مثلا الاليمنت اللي هنا دوت، تمام، هتبقى عايزه تعمل ايه، هتبقى عايزه تجيب 16 اليمنت من الماتريكس الاولانيه و16 اليمنت من الماتريكس الثانيه، وبعدين تضربهم وتجمعهم. تمام، طيب هنلاقي دي كده تقريبا ايه، هي تقريبا كده محتاجه تعمل 2 ان ميموري اكسس، حلو، اللي هي 16 و16. تمام، ال ان بتاعتنا ب 16 يعني. ده عشان تعمل بقى كام اوبريشن، برضو 2 ان اوبريشن. حلو، فدلوقتي ده كده ايه يعني، ليه 2 ان اوبريشن؟ عشان هما 16 اليمنت جابتهم و16 اليمنت جابتهم، دول كده 2 ان. طيب ال ان ب 16، فهي هتعمل ايه بقى، هي هتبقى عايزه تضرب 16 اليمنت في 16 اليمنت، فدي كده بقى، دي كده اكنها ان بس اوبريشن، بتضرب 16 في 16 يعني ان اوبريشن، وكمان بقى هتبقى عايزه تجمع. ماشي، باهمال يعني ان مثلا اول اليمنت مش هيتجمع ومش عارف اخر اليمنت مش عارف ايه والكلام دوت، يعني تقريبا 2 ان اوبريشن. حلو، فعشان كده هنلاقي ان احنا برضو محتاجين ايه، يعني 2 ان ميموري اكسس بال2 ان اوبريشن، فبرضو اللي هي ايه اكنها واحده، يعني اكنها الاوبريشن الواحده عايزه واحده ميموري اكسس. فعشان كده برضو قبل ال shared memory هنا لقينا برضو ان احنا عايزين ايه، اكننا 2 memory access بال2 operation يعني، عشان كده. تمام، طيب نيجي بقى نشوف لو احنا حسنا. تمام، فهنعمل ايه؟ طيب كده دلوقتي كل thread بدل ما كانت بتجيب 16 و16 اللي هم 32 اللي هم 2 ان، لا، ال thread الواحده مثلا هتبقى بتجيب اول element من التايل الاولانيه واول element من التايل الثانيه بس. في المقابل ده بدل ما بقت بتجيب، كانت بتجيب 32 element، هي بس بقت بتجيب 2 elements بس، فده اكنه بقى ايه، بقى احسن 16 مره. تمام، طيب يبقى انا كده دلوقتي لو جينا فكرنا مثلا الثريد الواحده هتجيب بس 2 اليمنتس، تمام، وبرده الثريد الواحده لسه استيل هتعمل برده 2 ان اوبريشن، لانها برده هتحتاج انها تضرب الرو كله في الكولوم كله. تمام، فهنلاقي بقى التوفير دلوقتي بقى عامل ازاي، زي ما قلنا 16 مره احسن، يعني بدل ما كان بيجيب 32 بقى يجيب 2 بس، فده 16 مره احسن، اللي هو برضو احسن ان مره يعني، ان تايم. تمام، لان ال ان بتاعتنا هي ب 16. طيب لو جينا بقى فكرنا، فانا دلوقتي الثريد الواحده بتجيب 8 بايتس، 8 بايتس اللي هم 2 ميموري اكسس زي ما قلنا، اللي هو اليمنت من التايل الاولانيه واليمنت من التايل الثانيه. الكلام ده بقى لكل كام اوبريشن، برضو هي ستيل لسه هتعمل 2 ان اوبريشن. تمام، طيب فهي دلوقتي خلاص احنا وصلنا انها السلايد الواحده بتجيب 8 بايتس لكل 2 ان اوبريشن. حلو، هي بقى في السلايدز مكتوبه ازاي، مكتوبه انها بدل ما ال ان دي تحت رفعت فوق عادي، يعني 8 على ان لكل 2 اوبريشنز. ده التحسين بتاعنا يعني. ممكن نعتبرها ان احنا مثلا قسمنا على ان في الناحيتين، فبقت 8 على ان لكل 2 اوبريشنز. فعشان كده دلوقتي بقى لما هنستخدم شيرد ميموري هتبقى محتاجين 8 على ان بايتس لكل 2 فلوتنج بوينت اوبريشن. فدي برضو اللي هي 8 على ان على 2 اللي هي 4 على ان بايتس، فلما نضربها في 1600 فهنلاقي دلوقتي ان احنا محتاجين ايه، 6400 على ان. تمام، فهنا مكتوب بقى ان احنا لما نستخدم ال ان دي لما تكون ب 16، فهنلاقي ان احنا وصلنا عادي للبيك بيرفورمانس بتاعنا عادي، وهنستفاد من ال 1600 جيجا فلوتنج بوينت اوبريشن بير سكند كله. فده يعني قد ايه مثلا ان الشيرد ميموري ممكن تساعدنا لما نقلل في الميموري اكسس بتاعتنا للجلوبال ميموري بطرق معينه وكده، فده هيساعدنا قوي ان احنا نوصل للبيك بيرفورمانس بتاع الديفايس بتاعنا يعني. تمام، هنا ده كده كان توضيح مش عارف ان احنا في الكود بتاعنا مثلا بنبقى قد ايه محتاجين جلوبال ميموري اللي هي الدي رام باندوس، اكننا محتاجين انهار مثلا وبحار، وفي الحقيقه لا، ده هو الباندوس اصلا شلموه كده رفيع خالص، يا دوبك بيعدي حاجات بالعافيه يعني. تمام، طيب دلوقتي مثلا هنا بقى هنتكلم على ليه اصلا عمليه اللي هو القرايه من الدي رام دي ليه عمليه بطيئه كده خالص، وليه حاجه يعني معذبانه كده وعايزين نقلل فيها ومش عارف ايه. طيب هنا مثلا ان دلوقتي بيخش الرو ادرس على الرو ديكودر، الرو ديكودر ده بيعمل ايه، بيختار الرو وينزل كل الداتا بتاعت الرو. احنا في الاساس اصلا محتاجين ادرس واحد، يعني ادرس ده كانه سيل بس، يعني مثلا لو احنا
كنا قبل كده عارفين ان الديرام بتاعتنا بتبقى كأنها مثلا ماتريكس كده، فانا مثلا ببقى عايز مثلا اقرا ماتريكس كده اليمنت واحد بس في الماتريكس، مش عايز اقرا ولا رو كامل ولا كولوم كامل، تمام؟ فالرو ديكودر ده بيعمل ايه؟ مثلا على سبيل المثال هيقول لي ان ده الرو بتاعي، تمام؟ ويقوم ينزل كل الرو ده كله هينزل، تمام؟ بعد كده بيكون في الكولوم ديكودر ده بقى بيختار ان انا مثلا هنا انا عايز الرو الكولوم التالت دوت، فبس هينزل لي السيل دي بس بدل ما الرو كله اللي كان معدي يعني ده، تمام؟ وده كده يعني كأني مثلا عايز اقرا الادرس دوت، فالديكودر مش عارف هيخش يجيب لي الرو كله، فالرو كله ينزل، فالماكس دوت اللي هو كأنه الكولوم ديكودر يعني ايه، بس هيعدي بس السيل اللي انا عايزها يعني. حلو. طيب هنا بقى ان قد ايه مثلا الديرام كورس دي بطيئة، فايه العملية يعني من الاخر احنا عايزين نوصل يعني ان عملية الايام من الديرام هي بطيئة جدا مقارنة بالسرعة بتاعة الكورس يعني والبروسيسور والاس امز وكده، تمام؟ فهي العملية دي بطيئة جدا، فعشان كده بقى انا بحاول اعمل ايه، بحاول اعمل كتير قوي يعني، مثلا ابعت على سبيل المثال اقرا حاجات كتير قوي، فلما كلهم هياخدوا وقت ماشي، بس لما الحاجات ترجع بقى فهيبقى عندي داتا كتير قوي راجعة في نفس الوقت، فنحاول ان احنا ايه بنخبي يعني البطء دوت او الليتنسي بالطريقه ديت يعني، وده اللي احنا عمالين بنتكلم فيه من اول الكورس يعني، تمام؟ وده الجزء اللي هو بتاع البرست ده، ان انا بحاول اقرا ايه بقى يعني، مثلا على سبيل المثال لو انا عايز اقرا 5 elements ورا بعض، فهو ممكن بقى ايه في كنترولر كده في الهاردوير ان هو مثلا بيحاول يشوف الادرسز دي، لو الادرسز دي ورا بعض فهو هيبعت مثلا ريكوست واحده بس، فدي برضو استفادة كبيرة جدا. فدلوقتي مثلا هنا هنخش على مصطلح تاني ان هو في مثلا بيكون في بنك، تمام؟ البنك الواحد بيجيب سيل، تمام؟ فهو بقى بيعمل ايه، هو دلوقتي بيجيب يعني كل البنكس الموجودة بتجيب الداتا بتاعتها، حتى لو ما حدش طلبها، تمام؟ فده برضو عشان حتة البايس دي، ان هو ممكن بقى ايه هي ريكوست واحدة، تمام؟ بس هتجيب لي حاجات كتير قوي، ماشي ممكن انا مش عايز منهم غير حاجه واحده فخلاص، لكن على سبيل المثال مثلا في صدفه ان انا عايز 4 elements ورا بعض، فبريكوست واحده الاربعه جم، فده برضه هيهايد الليتنسي جدا، تمام؟ بس ده الميموري كنترولر والرانك ومش عارف ايه، تمام؟ دلوقتي بقى هنخش بقى على الميموري كوليسنج دي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، بس برضه هنتكلم عليها دلوقتي بشكل احسن، تمام؟ طيب هنا دلوقتي ان على سبيل المثال برضو ان احنا هنا فرضيين ان الاكزامبل ان الادرس سبيس بتاعنا 16 بايت، وان البارس سيكشن هو 4 بس يعني كل مره بنعرف نجيب 4 في نفس الوقت. بيقول لك احنا مش عارف في البراكتس بتبقى الارقام مختلفه يعني، بس بافتراض ان احنا شغالين على الارقام دي دلوقتي، تمام؟ فهو احنا دلوقتي مثلا على سبيل المثال لما يكون في ثريدز عايزه مثلا الادرس 0 و1 و2 و3، فانا ممكن بدي رام ريكوست واحده بس بجيبهم، تمام؟ فده هيبقى مسرع الدنيا جامد. برضو هنا نفس الكلام، تمام؟ فكده بنقول ان احنا كده حصل كوليسنج. حلو. طيب لو بقى لا، ده لو الثريدز بقى عايزه حاجات من بار سيكشنز مختلفه يعني، مثلا هنا على سبيل المثال عايزه 0 و1 اللي هي الثريد الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه، عايزين لا ادرس 0 و2 و4 و6، هنا مش هيحصل كوليسنج لان هما من بار سيكشنز مختلفه، تمام؟ فده كده ممكن يحتاج 2 ريكوست مثلا. حلو. ايوه ده كده اللي هو ايه بيحتاج مالتيبل دينام ريكوستس يعني، تمام؟ هنا برضو بيقول ان كده كده البرست كله بيرجع يعني، مثلا لو انا طلبت صفر بس فكل الاربعه دول هيرجعوا، كل البلوك هيرجع ماشي، وهيتنقل ومش عارف ايه للكورز يعني، بس ممكن بقى الحاجات يتعمل لها اجنور عشان هي مش مستخدمه يعني ما حدش محتاجها، تمام؟ طيب هنا بيقول ايه امتى بقى نقول ان هيحصل ميموري كوليسنج للريكوست يعني ولا لا، لما يكون الاكسس بتاع الاكسبريشن موجود ان هو انترمس يعني كده في ترم مش معتمد خالص على الثريد اندكس دوت اكس، على سبيل المثال بقى مثلا الاي اللي هي بتكون الاتريتور بتاع اللوب مثلا مضروب في مش عارف في الويتس اللي هو مثلا ممكن يكون كي مش عارف ايه كلام من ده كله، تمام؟ وبعدين بقى مجموع عليه اللي هو ايه اللي زي ما بنقول كده الثريد اندكس، معلش على المشكله ديت. المهم ان هو الاكسبريشن هنا يكون فيه حاجه مش معتمده على الثريد اندكس دوت اكس يعني، مثلا زي اي مثلا اللي هي الاتريتور مضروبه في الويتس ان كي مش عارف ايه اي حاجه من الكلام ده، تمام؟ ومجموع عليها بقى ايه الثريد اندكس دوت اكس، تمام؟ برضو الكونديشن ده مجرد هنت يعني، ممكن يبقى كونديشن
ده موجود عادي يعني، الحاجات دي متحققه بس برضو ما بيحصلش ميموري كوليسنج. تمام. برضو الاس ام بيكون عندها كنترولر، يعني كنترولر كده في الهاردوير عشان يتشيك الادريسز دي، لو هي هتبقى في نفس البرست فيحدد بقى عدد الريكوستات عشان يقللها عشان ما يقعدش يبعت ريكوست لكل ادرس وهكذا. تمام. طيب دلوقتي ده 2 دي اري. في السي احنا زي ما احنا عارفين ان هو بيكون احنا متخيلينه كده، بس هو في الميموري عادي بيبقى مرصوص ورا بعضه كل الرو ورا التاني وهكذا. تمام. فاحنا هنا بقى ايه، بيكون عندنا دايما في الماتريكس مالتيبليكيشن بيكون عندنا اتنين يعني اتجاهين لاكسس الداتا، بنكون ان احنا عايزين من الماتريكس الاولانيه عايزين اكسس الرو. تمام. والماتريكس التانيه عايزين اكسس الكولوم عشان نجيب الاليمنت المقابل ليها في الاوتبوت ماتريكس. تمام. فاحنا دلوقتي بقى عايزين نفكر ايه، مين في الماتريكس يعني مين فيهم اللي هيحصل له كوليسنج. طيب هنا لو جينا فكرنا بقى ايه هنلاقي، خليني مثلا امسح الكلام ده. حلو. طيب احنا لو جينا فكرنا مثلا ماشي في الاتجاه اللي هو بتاع بي ده. تمام. لو جينا ايه احنا نلاقي ان احنا دايما في بي عايزين اكسس ايه، عايزين اكسس كولوم. طيب الكولوم ما بيبقاش ورا بعضه في ميموري، احنا هنا زي ما احنا شفنا هنا يعني دلوقتي الرو هو اللي ورا بعضه اهو، يعني ده الرو كده ده الرو كده. تمام. هو ده اللي ورا بعضه هنا في الميموري، فهو ده اللي انا لو عايز اكسسه هو ده اللي هيتعمل له كوليسنج. حلو. طيب برضه حصل مشكلة ثواني. المهم في ايه، فالرو هو اللي بيبقى ورا بعضه في الميموري، فهو ده اللي يحصل له كوليسنج، فهو ده اللي هنستفاد من الموضوع بتاع الريكوستات بتاع الميموري. طيب هنلاقي ان احنا في البي لا، ده احنا في البي بنأكسسها بنأكسس كولوم كولوم، يعني مثلا دلوقتي بشوف الكولوم دوت وعايز اجيبه وكده، فالبديهي ان يبقى البي مش هيحصل فيها كوليسنج، لكن الايه انا باكسس فيها الايمنتس ايه ازاروز كده، فهو ده اللي هيحصل فيها كوليسنج. تمام. بس لو فكرنا هنلاقي ايه بقى، الايه هيكون فيها ثريدز كتيره جدا ماشي، كل ثريد بتبقى ماسكه رو زي كده، وكل ثريد هتبقى ماسكه رو. حلو. والبي هيبقى فيها ثريدز كتيره جدا بس كل ثريد هتبقى عايزه تقرا كولوم. تمام. طيب الثريدز دي كلها بتشتغل في نفس الوقت. تمام. طيب لو جينا فكرنا هنلاقي ان هنا في الايه، اول ثريد دي هتبقى عايزه تقرا اول اليمنت في الرو الاولاني، تاني ثريد هتبقى عايز تقرا اول اليمنت في الرو التاني، مش عارف اول اليمنت في الرو التالت الرابع هكذا. هنلاقي ان احنا في الاخر اصلا بنأكسسها ازاي، الثريدز بتاكسس كولوم كولوم، الثريدز يعني اذا مجموعه الثريدز كده بتاكسس كولوم كولوم، يعني الثريد هيأكسس كلهم في نفس الوقت هيأكسسوا اول اليمنت في الكولوم الاولاني لان هم عايزين يقروا الرو. تمام. المره اللي بعدها هنلاقيهم ماشي اتحركوا كده، يعني اتحركوا كده في الرو وهكذا. لكن فهنا هنلاقي ان احنا بقى ايه في الماتريكس ايه دي، هنلاقي ان هم بيأكسسوها كانها كولوم كولوم، بالرغم ان كل ثريد يعني في اتجاه اللي هو في الكود بتاع الكيرنل، هنلاقي ان الاتجاه بتاع كل ثريد هي لا هي بتاكسسها كرو رو رو، يعني كل ثريد هتاكسس رو. تمام. بس لا هنلاقي بقى ان الشغل اللي بيحصل ان هو لا، ده هم عشان هم مجموعه كتير مع بعضها، كل واحده بتاكسس اول اليمنت في الرو مثلا، وبعد كده تاني اليمنت في الرو كذا، فكانهم بيقروها ككولوم. تمام. هنا بقى هنلاقي العكس، بالرغم ان هم مثلا كل ثريد عايز تقرا كولوم، بس لا هنلاقي ان مثلا في نفس الوقت مثلا في الاول كلهم مثلا هيجوا يقروا اول اليمنت في مثلا في الكولوم الاولاني، اول اليمنت في الكولوم الثاني، اول اليمنت في الكولوم الثالث وهكذا، هنلاقي ان هم اكنهم بيأكسسوها كرو. تمام. فهنلاقي ايه بقى، هنلاقي ان الاليمنتس بتاعت البي هي اللي حصل لها كوليسنج، يعني الماتريكس بي هي اللي حصل لها كوليسنج. تمام. بالرغم اهو زي ما مكتوب هنا ان الدايركشن في الكيرنال كود هي الثريد الواحده هتبقى عايزه تقرا ده، الثريد اللي بعدها هتبقى عايزه تقرا ده، الثريد اللي بعدها مش عارف هتبقى عايزه تقرا ده. تمام. اللي هو المفروض ما يحصلش كوليسنج، بس لا عشان الثريدز بقى كلها بتشتغل في نفس الوقت اهو، زي مثلا هي لو احنا عندنا 4 ثريدز في الاتريشن الاولانيه، الثريد الاولانيه هتبقى عايزه تقرا ده، والثريد الثانيه هتبقى عايزه تقرا ده وده وده وهكذا. فده هيخلي ايه بقى، هيخلي ان هو في الماتريكس بي هي اللي يحصل كوليسنج. تمام. لكن ايه لا، ايه مش هيحصل كده، ايه العكس اهو، بالرغم برضو ان الدايركشن في الكود اللي هو الثريد الواحده هتبقى عايزه تقرا الرو على بعضه، يعني المفروض اول ثريد هتبقى عايزه تقرا ده، لكن في الاتريشن بقى الاولانيه خالص هنلاقي ان احنا اول ثريد هتبقى عايز تقرا دوت، ومش عارف تاني ثريد هتبقى عايز تقرا دوت وهكذا، فمش هيحصل كوليسنج. تمام. طيب فهنا بقى هنلاقي نفسنا ان احنا مثلا ممكن نتجه بقى لحاجه تانية، ايه هي، ان احنا بنعمل حاجه اسمها موضوع التايلنج اللي احنا قلنا عليه عادي. تمام. بس في حاجه بقى ان احنا بنعمل ايه، بنعمل حاجه اسمها كورنر تيرنينج. يعني ايه بقى، طيب احنا زي ما احنا قلنا دلوقتي موضوع لما انا باجي اعمل تايلنج، تمام، انا اكني لفيت اتجاه اللود من الميموري. تمام. احنا دايما عايزين الاكسس ايه في الشكل الروز اللي هو ده، فانا اكني بلف اتجاه الاكسس بتاع الميموري عشان يبقى كده بدل ما يبقى ايه بالطول. تمام. وهو ده كده الكورنر تيرنينج. طيب يعني ايه بقى، طيب هنلاقي ان احنا مثلا
لما انا بقسمها تايلز حلو، انا بقى قسمتها تايلز في اي حته بقى، انا مش فارق معايا دي كده كده، هو في الاخر كده كده هو مربع، مربع هنا بقى، مربع هنا، مربع هنا، تمام. بس بحاول بقى اخلي اتجاه الاكسس بتاع الميموري بتاعي، ان انا لما باجي اخليهم يتعاونوا، ان هما دايما اللي هيبداوا في نفس الوقت يكونوا بيقروا حاجات جنب بعض بالشكل ده، سواء بقى في الماتريكس الاولانيه او في الماتريكس الثانيه، تمام. مش مهم بقى هما لما هيجوا يشتغلوا هيشتغلوا ازاي، لان انا بحاول ان انا اوبتمايز الميموري اكسس، تمام. فانا مثلا هنا المربع ده لو هو كده، فانا هلودو كده كده عادي ماشي، وهخليهم يتعاونوا وكل حاجه، بس حاول ان اخليهم اللي يشتغلوا في نفس الوقت يكونوا بيأكسسوا اليمنتس كده جنب بعض، تمام. هنا نفس الكلام، انا بقى ماشي، انا هبقى عايز اكسس التايلز اللي هو في الشكل اللي هو بالطول دوت، مش مهم، بس التايل الواحده لما اجي اعمل لها لود، اخلي الثريدز اللي بتتعامل عشان تجيبها تاكسس الاليمنتس بتاعتها من الجلوبال ميموري في الشكل دوت، عشان يحصل، عشان استفاد بموضوع الكوليسنج دوت، تمام. فهنا بقى هنلاقي ان احنا ايه، بنحاول دايما نوبتمايز في الميموري، فالحاجه اللي هي بطبيعتها مش هتتقري كوليز، بنحاول ان احنا نعمل كورنر تيرنينج ده، بحيث ان احنا ايه، نعكس اتجاه القرايه، نخليه اللي هو الاتجاه بتاعنا اللي هو عشان يساعدنا في الميموري ريكوست، بحيث ان هو ايه، نوبتمايز يعني في الموضوع دوت، تمام. فهنا دوت الماتريكس، ماتريكس مالتيبليكيشن لما بنيجي نعمل تايلنج، تمام. عادي بقى في الاول برضو بنعمل، بنلف عدد على عدد التايلز، الاول نعمل لودنج للتايل في الشيرد ميموري، ونعمل سينك، نستنى ان كل الاليمنتس تكون جت قبل ما نبدا نشتغل، تمام. بعدين نعمل كومبيوتنج، وبرضو نستنى كله يخلص كومبيوتنج قبل، عشان لما هنعمل ريبليس يعني للتايل دي في الشيرد ميموري، بس كده، تمام. طيب هنا دلوقتي بقى هنتكلم كده عن ايه، عن شويه كده اوبتمايزيشن، اوبتمايزيشن ميجرز يعني، تمام. طيب هنا دلوقتي هيبقى في عندنا اوبتمايزيشن، ان احنا عايزين نعمل ماكسمايز الاوكيوبانسي، تمام. ايه هو الماكسمايز الاوكيوبانسي؟ الاوكيوبانسي ده ان انا عايز يكون في حاجات كتير قوي شغاله في نفس الوقت، عايز يكون حاجات كتير قوي بتخلص في نفس الوقت، تمام. طيب فدوت كده ايه، ايه الامباكت بتاعه على الكورس؟ ان انا بعمل ورك كتير قوي في نفس الوقت علشان هايد الليتنسي، تمام. يعني على سبيل المثال، لو الانستراكشن الواحد بياخد وقت لوحده، تمام، فلما ابدا في نفس الوقت مثلا 20 انستراكشن، فانا هاجي في الوقت اللي المفروض الانستراكشن ده كان يخلص فيه، هلاقي ان خلص ايه، خلص 20 انستراكشن، تمام. فده كده يبقى ايه يعني، ده كده يبقى عملت موضوع ماكسيمال اوبتمايزيشن ده. طيب على الميموري ايه هو الايفكت بتاعه؟ ان انا برضو بحاول اعمل، اخلي حاجات كتير قوي تتقري في الميموري برضو نفس الوقت، بحيث ان انا اعمل هايد للدي رام ليتنسي. يعني لو انا برضو نفس الكلام، عندي الميموري انستراكشن مثلا، لما اجي اقرا اعمل ميموري اكسس مثلا هتاخد وقت، تمام. فانا بدل بقى ما اخلي واحده بس هي اللي تتقري في نفس الوقت، فانا اخلي 20 يتقروا، فهاجي بعد الوقت ده الاقي 20 يتقروا مش واحد بس، تمام. الاستراتيجي ازاي؟ ان انا مثلا بقى بعمل يعني بعمل تيونينج للاس ام، تمام، زي مثلا عدد الثريدز بير بلوك، الشيرد ميموري بير بلوك، وهكذا. ما اجيش مثلا ايه يعني، اخلي الدنيا متظبطه، ان ما اخليش مثلا الشغل كله في بلوك واحد، تمام، او مثلا ما على حاجات معينه، مثلا ما اخليش ان الشغل متقسم على كذا بلوك، فممكن مثلا الشيرد ميموري ما تكفيش وهكذا، تمام. او برضو ساعات مثلا الاحسن ان انا اخلي بلوكس كتير قوي تشتغل، بحيث ان هم ممكن يشتغلوا على ديفرنت اس امز وهكذا يعني، تمام. طيب اوبتمايزيشن تاني، ان انا احاول استخدم موضوع الكوليزد جلوبال ميموري ده، تمام. ده زي ما قلنا مثلا، بحيث ان انا هيبقى عندي يعني الاكسس، الريكوستات بتاعت الديرام هتقل، تمام. يعني الحاجات اللي هي مستنيه على الجلوبال ميموري هتقل، يعني مثلا لو انا عندي مثلا 4 ثريدز شغالين في نفس الوقت، حلو، كل واحده فيهم كانت طالبه تعمل ميموري اكسس من وما فيش موضوع الكوليسنج ده، حلو. فهي كل واحده هتستنى الريكوستات، يعني مثلا الاولانيه هتستنى اول ريكوست، التانية هتبقى مستنية الأولانية تخلص الريكوست بتاعتها، والتانية اللي هي عايزاها تخلص الريكوست، وهكذا. فده هيخليهم يستنوا كتير قوي، يعملوا بايب لاين كده على الميموري، فلا ده هتقلله بقى لما استخدم موضوع الكوليسنج للميموري ده، تمام. الإفكت بتاعها على الميموري، إن برضو أكيد الميموري الترافيك هيقل عليها، لأنه على سبيل المثال هقرا 4 إليمنتس في ريكوست واحدة، مش الـ4 إليمنتس هيبقوا عايزين 4 ريكوستات، تمام. وده الاستراتيجي بتاعته ازاي؟ ده زي ما قلنا مثلا، إن أنا بعمل بري ارينج يعني المابنج بتاع الداتا، بحيث انها تاكسسها في الاتجاه اللي احنا قلنا عليه، ولو الاتجاه الكمبيوتيشن بتاعي مش متاح ان هو ده يحصل فيه، فعلى سبيل المثال مثلا اعمل حاجه زي كورنر تيرنينج او كده، تمام. بمينيمايز الكنترول ديفيرجنس، ده الامباكت بتاعها الكمبيوتنج،
ده طبعا بيعلي السنجل انستراكشن مالتيبل داتا افيشنسي، عشان زي ما قلنا مثلا قبل كده، لو انا عندي اف كونديشن كده، اف وبعدين مش عارف else حاجة تانية، تمام؟ فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان مثلا لو الراب مثلا جاي تخش تنفذ الكود دوت، الراب هي 32 ثريد، تمام؟ فممكن تخلي اول 16 ينفذوا دوت وتاني 16 ينفذوا دوت، في حين انه اصلا ممكن الكونديشن ده مش هيتحقق غير مره واحده بس، تمام؟ فكده ال 16 الاولانيين اللي دخلوا عشان ينفذوا دوت، هما كده هيبقى فيه ايدل كتير قوي، يعني ممكن هي ثريد واحده بس هتنفذ، و15 اللي باقيين قاعدين ما بيعملوش حاجه، في حين ان التانيه دي هي الشغل كله فيها، فهم 16 بس بينفذوها، فمحتاجين يعني الثريدز التانيه هتعلي الافيشنسي، تمام؟ فبرضو دوت بان انا بري ارينج المابنج بتاعت الثريدز وهكذا، تمام. طيب اوبتمايزيشن تاني، ان انا بعمل تايلنج للريوز داتا، برضو ده هيقلل في الكمبيوتنج، يعني الايفكت بتاعها في الكورز اللي هي البروسيسورز بتاعتي، ده هيقلل البايب لاين ستولز اللي هي بتبقى مستنيه جلوبال ميموري. ليه بقى؟ لان اول ماشي يعني دلوقتي مثلا انا خلاص انا جبت التايل عملت لها لود، تمام، هيبقى عندي بقى التايل دي متاحه ان انا استخدمها كتير جدا، ف يعني خلاص انا عملت في الاول كام ثريد كده تعاون ان هم يجيبوا التايل ديت وبقت موجوده خلاص، فبالتالي هم خلاص ما فيش ثريدز تانية كتير هتتعطل على الميموري اكسس ومستنيه الحاجات دي تعمل لها لود في الميموري وهكذا، لا هي خلاص جت وبقت موجوده، فكله هيشتغل يعني ايه مش مستني ميموري تاني. وبرده الايفكت بتاع الميموري اكيد ان هي بتقلل الترافيك طبعا، لان هو في الاول بيجيبوا التايل وبعدين يقعدوا يعني اكنهم بيهروها استخدام، جابوا 16 element هيقعدوا يستخدموهم من هنا لحد الصبح عشان يستخدموها كتير قوي، يعني كل اللي محتاجينه من 16 elements دول، يعني مش هيجوا مثلا يحتاجوها تاني او يحتاجوها تاني بس قليل يعني، تمام. فبرضو دوت ان احنا بنعمله ازاي، ان احنا نحط الداتا ان هي هيتعمل لها reuse دي في بلوك معين كده ويعمل لها لود عشان يفضل يعني ايه يتعاون ويعمل لها لود وبعدين يفضلوا يستخدموها كتير، تمام. طيب فهنا دلوقتي ان احنا المفروض نعرف البوت نيك بتاعتنا، يعني مثلا على سبيل المثال دول كده 4 حاجات مختلفة، تمام. ما ينفعش مثلا حاجة مشكلة في الاوكيوبانسي مثلا ولا انا هحلها بان انا ايه ان انا اعمل تايلنج للريوز داتا، لا طبعا، تمام. يعني مثلا هنا على سبيل المثال الاوكيوبانسي مثلا مين كونسترين مثلا في ابلكيشن معين، فما جيش بقى اقول ان انا ايه ان انا هزود الشيرد ميموري، لا مش منطق يعني، ممكن ده يأثر بالموضوع بالعكس يعني، تمام. فهنا ان احنا مش عارف نعرف الماشين يعني ونعرف الداتا بتاعتنا عشان نعرف الماشين بتاعتنا مثلا السبيكس بتاعتها ايه بحيث ان انا اوبتمايز عليها يعني وكده، تمام. وبس كده. شكرا.